أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. والحلقة هذه خصصناها لنهائي كأس سمو ولي العهد اللي قام اليوم إن شاء الله تحت رعايته، وهذه تعتبر من البطولات المهمة. هي بطولة حديثة نوعا ما، إن لما تتكلم مقارنة بكأس سمو الأمير وكأس والدوري العام تعتبر حديثة، لأنها بدأت تقريبا موسم 93-94، وكان يعني قص شريط الافتتاح فيها، وبطل البطولة سنة 93-94 نادي الكويت تحت قيادة صالح زكريا، وما فازوا على كاظمة بنتيجة 1-0 أحرز طلال زيدان. طبعا قبل لا نتكلم عن الحلقة ونتكلم عن هذه البطولة العزيزة، قال عنا نرحب ضيفنا الدائم عندنا، أو على قولة دوما ودائما على قولتها، أبو محمد. طبعاً نرحب في ضيفنا أبو غازي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وسع المباركة. الله يبارك فيك أبو غازي. اليوم نهائي كأس سمو ولي العهد. نعم طبعاً، إحنا بهذه المناسبة راح نعرض هذه المجلة اللي هي عالم الكرة، مجلة رياضية شهرية يصدرها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هذه فبراير 2003. كأس السعد إلى كيفان أم المنصورية؟ هذا الشيخ سعد على الصورة، والكاس كأس سمو العهد، هذا طبعا حميد القلاف، مالك القلاف عفوا، مالك القلاف هذا أحد لاعبي نادي الكويت. طبعا النهائي هذا أعتقد فاز فيه نادي الكويت، ولا والله ما أذكر، أو العربي. إيه نعم. طبعا بداية الأسرة الرياضية تتشرف بنهائي كأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء العاشرة، هذا سموه رحمة الله عليه الشيخ سعد الوالد أمير الوالد، يحيي الجماهير. وهني طبعا السجل الذهبي، احنا بنتكلم بالسجل بذاك الوقت ل 2003 94 مثل ما 93-94 مثل ما ذكرت أبو فهد، كاظمة عفوا الكويت. الكويت نعم. الكويت والثاني كاظمة، يعني أول كاس ياخذه نادي الكويت موسم 93-94. والعادة شنو أبو غازي؟ العادة أول دوري خذها العربي، أول كأس أمير خذها العربي. نعم. أول كأس ولي عهد، أول كأس مشترك خذها العربي. نعم. أول بطولة خارجية خذها العربي. نعم. بس البطولة الوحيدة اللي راحت العربي راحت حق نادي الكويت، وهو يستحقها نادي الكويت بالفعل، هو كأس سمو ولي العهد 95 موسم 94-95 كاظمة، يعني الكويت بعدين كاظمة، بعدين 96 العربي، 97 العربي، 98 القادسية، 99 العربي، 2000 العربي، 2001 سالمية، 2002 القادسية. هذه صورة طبعا لفريق نادي الكويت ونادي العربي اللي بذاك الوقت طبعا لعبوا نهائي البطولة. هنا طبعا عندنا ترتيب المجموعة الأولى، شلون تأهل العربي والكويت إلى النهائي. العربي المركز الأول مجموعته حصل على 14 نقطة، والكويت كذلك المركز الأول مجموعته حصل على 14 نقطة. سالمية المركز الثاني من مجموعة العربي. نعم. 13 نقطة، والغادسية 14 نقطة، لكن الكويت فرق عنه بفارق الأهداف. يعني هذه نتائج المجموعات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. وهني يعني الشيخ أحمد اليوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة يقول رعاية وحضور سمو ولي العهد تشريف للأسرة الرياضية أكيد والكروية. هي طبعا هذه بالنسبة حق الظاهر الأول، يعني ما في قبل نهائي،
ايه الظاهر الاول لا اعتقد فيه قبل النهائي. ايه بس ايش رايك نطلع فاصل غازي ونتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير راجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا نتكلم قبل الفاصل في نهائي كأس سمو ولي العهد، وكان بين العربي والكويت، ويومها يعني فاز فيها النادي الكويت بالمباراة بنتيجة 3-0، صومالي هدفين وعادل عقلة هدف. وطبعا الكل يعرف أنه يعني مشوار النادي العربي في البطولة، فاز على غريم الغاتسية 1-0، والكويت فاز على السالمية 3-2، وتقابلوا في النهائي في نهاية البطولة. نعم طبعا هذه البطولة أبو فهد يعني مثل ما قلنا بدأت في موسم 1993 موسم 93-94. نعم. وأول فريق فاز فيها نادي الكويت، وتعتبر من البطولات المهمة. يعني هني أبو فهد في بعض النتائج، مجموعة الأولى نشوف اللي تأهل فيها نادي العربي ونادي السالمية. نعم. شوف نتائج العربي في المجموعة الأولى، نتائج العربي فاز على السالمية 2-0، وكذلك النادي العربي فاز على فيحيل 5-1، وتعادل مع الساحل 0-0، فاز على الجهرة 1-0، وفاز على كاظمة 1-0، وتعادل مع الشباب 1-1. هذه نتائج نادي الجهرة والسالمية والعربي. اي نعم وكاظمة. إيه. هذا والله مجموعة صعبة. اي لكن انا مستغرب ان العربي فاز يعني على على السالمية وعلى كاظمة، تعادل مع الساحل وتعادل مع الساحل وتعادل مع الشباب. إيه. يعني طبعا الشباب من عمر مع العربي. اي نعم ما شاء الله يعني. اي نعم كل مباراة يعني. نعم المجموعة الثانية الكويت فاز على صليبيخات اللي هو بطل مجموعة بطل البطولة اول نسخة يعني، كانت 93-94 وبطل هذه وبطل هذه النسخة. الكويت فاز على صليبيخات 5-0 أبو فهد، وفاز على التضامن 3-0، وتعادل مع النصر 1-1، وتعادل مع القادسية 0-0، وكذلك فاز على خيطان 7-1. نادي الكويت، هذا طبعا نتائج نادي الكويت، يعني تعادل مع القادسية، تعادل مع النصر، مع النصر وباقي مباريات كلهم فاز فيهم، لذلك حصل على 14 نقطة مثل العربي. العربي تعادل مبارتين ساحل الشباب. اي وحصل كذلك على 14 نقطة. ف يعني هذا يمكن اهم ما ورد في هذه المباراة. هني نستعرض الصور ابو فهد، يعني شوف نجوم ذاك الوقت. هذه طبعا صورة صراع الكرة بين صالح بريكي وعادل عقلة. هذه اللي كانت قبل النهائي. صحيح. اللي انتهت لصالح نادي الكويت 3-2. وقتها السالمية كان فريق قوي. شوف بغازي وقتها نعم. يعني الأندية كلها كانت على مستوى واحد. نعم. يعني العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية. اي نعم. والجهرة أيضا. نعم. كان النصر. نعم. يعني والتضامن هذول كانوا كلهم على مستوى واحد. واحد. نعم هنا عندنا فيصل رفاعي اللي هو صورة الغلاف، مو احنا قلنا مالك الغلاف. نعم. هذا فيصل رفاعي يراوق فهد الهنيدي. فيصل رفاعي. صحيح. وهنا عندنا مالك الغلاف اللي كان يلعب في نادي اليرموك، يبعد الكرة من امام مشعل السعيد اللي كان يلعب في نادي الشباب. يعني مالك الغلاف اذكر كفل في صفقته المرحوم سمير سعيد. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وكان من أبرز اللاعبين مالك الله في اليرموك. بالفعل يعني كان مميز مع حتى مع العربي. يعني توفق لما جاء نادي العربي. أي نعم. كان من اللعيبة اللي. نعم. يعني يخلصون بعض أغلب المباريات يكون يعني تحصله متواجد، هو مو مهاجم صريح. نعم. يلعب نص لكن تحصله داخل. نعم.
وقت يعني وقت اللي يكون الفريق بأمس الحاجة له يخلص المباراة. مشعل سعيد كذلك. مشعل بعد قلب دفاع مميز بالمنتخب وفي نادي الشباب ومع نادي الغاتسية. يعني سد فراغ كبير صحيح. يعني. أكيد يعني في كوكب من نجوم. مع نهير الشمري كان وساعد. عمل نهير جامس طيبي خاطر. أي نعم. يعني كان نجوم مميزين. وصلنا تجوري بغازي. تجوري هاي الصورة الجميلة اللي هي من لقاء الكويت والسالمية قبل نهائي اللي انتهت لصالح الكويت 3-2. بشار عبد الله يحاول تخطي عادل عقله نجمين. يعني من نادي واحد من نادي السالمية بشار عبد الله وعادل عقلة من نادي الكويت. أيضا هو بشار راح للكويت لعب آخر إينا. آخر موسمين لكنه لعب نادي الكويت. أعزائي المشاهدين صورة جميلة لنجوم المنتخب ونجوم نجم نادي كاظم نجم نادي الكويت ونجم نادي السالمية بشار عبد الله وعادل عقلة نجم نادي الكويت. ننهي فيها حلقتنا إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم بعد عبد الجليل وفمان الله.